زين، شذا السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يستطيع القفز؟ تمام. هل الفهد أم الحصان أم الفيل أم الهر؟ لا، الفيل. الفيل صحيح، إجابة صحيحة يا شذا. يلا، منين تريدين تاخذين الجائزة؟ يلا من جودي. من منو؟ من حسن. حسن زبا صنايع. حسن. يلا حسن. حسن شذا وياك. ويانا لو غير عرس. يا الله. مساء الخير شذا. حياك الله. مساء النور. شلونك؟ شلون الصحة؟ الأهل شلونهم؟ الحمد لله بخير إن شاء الله، دائما تكونون بخير وصحة وعافية. إذا يا شذا عندك أربع صناديق، أزرق، أصفر، وردي وأخضر، أي صندوق تختارين؟ ان شاء الله على الرابع، لان احنا اربع نفرات فراح على الرابع. صندوق الرابع اللي هو صندوق الاخضر. والصندوق الاخضر يا شذا بيه اربع ظروف، ازرق واخضر واصفر ووردي، اي ظرف تختارين؟ اصفر واخضر ووردي وسماعي. يا ظرف تختارون؟ هوايه قاعدين. سماعي سماعي سماعي. اذا يا شذا خلينا نشوف الظرف السمائي على شنو؟ حياتنا لابو الماليه. شذا منو دي يشوفنا من البيت؟ منو شارك وياك؟ والله زوجي واطفالي. تحياتنا لهم. طبعا خلي اقول لك فد شغله، بما انه انت اختاريتيني، طبعا اختيارك كان موفق بمكانه. تدرين ليش؟ شنو؟ هسه راح اقول لك ليش. يا اهل المحله اريدكم تتجمعون. يا شذا اليوم انت باول حلقه من برنامج محلتنا، وانت اول رابحه ويانا، تتوقعين شنو الجائزه؟ جائزتك كلش كبيره، والف الف مبروك، ربحتي ويانا ليره ذهب. مبروك يا الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا شذا. الف الف مبروك يا شذا. يلا فرحه جمعتنا. الف الف مبروك يا شذا. الف الف مبروك يا شذا، ربحتي ويانا ليره ذهب. شكرا جزيلا لاتصالك. اكيد مثل ما شفتوا احبتي المشاهدين، اي واحد يتصل بنا دائما يكون هو الربحان.